أدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أهل بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحث عليه ثلاث حثيات وقال. أحر هذا الحديث كم جاهد؟ ضعيف شديد الضعف. في إسناده القاسم بن عبد الله العمري متروك. وجاء أبي هريرة وقال فيه أبو حاتم باطل، حديث باطل. وجاء من مراسيل محمد بن علي بن الحسين الباقر من طريق إبراهيم بن أبي يحيى وقد كتب. الحديث شديد الضعف. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الحاكم. الحديث إسناده حسن. المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: المسألة الأولى: الاستغفار للميت عقب الدفن، في الحث على الاستغفار للميت والدعاء له بالتثبيت عقب دفنه، وذلك لأنه في تلك الحال يسأل كما في هذا الحديث، فهو في حاجة إلى المعونة بالدعاء، ويستحب تذكير الناس بذلك إن كانوا غافلين حتى يدعوا للميت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الميت ينتفع بالدعاء من المؤمنين، وقد جاءت أدلة تدل على أنه ينتفع أيضا بالصدقة وبالصيام الواجب والحج الواجب عنه. المسألة الثانية: قراءة القرآن بروح الميت عند القبور ووضع المصاحف هنالك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: والأئمة قد تنازعوا في القراءة عند القبر، فكرهها أبو حنيفة ومالك وأحمد في أكثر الروايات، ورخص فيها في الرواية الأخرى عنه وطائفة من أصحاب أبي حنيفة وغيره. وأما جعل المصاحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك وتلاوته فبدعة منكرة لم يفعلها أحد من السلف، بل هي تدخل في معنى اتخاذ المساجد على القبور. وقد استفاضت السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك، حتى قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكنه كره أن يتخذ مسجدا. وقال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ولا نزاع بين السلف والأئمة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد. ومعلوم أن المساجد بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن، فإذا اتخذ القبر لبعض ذلك كان داخلا في النهي. فإذا كان هذا مع كونهم يقرؤون فيها، فكيف إذا جعلت المصاحف بحيث لا يقرأ فيها ولا ينتفع بها لا حي ولا ميت؟ فإن هذا لا نزاع في النهي عنه. ولو كان الميت ينتفع بمثل ذلك لفعله السلف، فإنهم كانوا أعلم بما يحبه الله ويرضاه، وأسرع إلى فعل ذلك وتحريه.
يشير شيخ الإسلام إلى أنه حصل في عهده وضع المصاحف عند القبور لمن يذهب ويقرأ عند القبر بدعة، والحمد لله ما بقيت هذه البدعة، ولكن بقي القراءة عند الدفن وقت الدفن، هذا أيضا من البدع، الاجتماع لقراءة القرآن عند دفن الميت، وهكذا الاجتماع في المساجد يقرؤون قرآنا ثم يقولون اجعله لروح فلان، هذا أيضا من البدع. وقال رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى: ولا قال أحد قط من علماء الأمة المتبوعين إن الصلاة أو القراءة عند القبر أفضل منها عند غيره، بل القراءة عند القبر قد اختلفوا في كراهتها، فكرهها أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد في إحدى الروايتين، وطوائف من السلف، ورخص فيها طائفة أخرى من أصحاب أبي حنيفة والإمام أحمد وغيرهم، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وليس عن الشافعي في ذلك كله نص نعرفه. قال أبو عبد الله غفر الله له: القراءة عند القبور من البدع والمحدثات، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. وما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى أن يقرأ عند رأسه بعد دفنه بفاتحة الكتاب فلم يثبت عنه، فقد أخرجه الخلال وغيره كما في كتاب الروح لابن القيم، وهو من طريق عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه عن ابن عمر به، وهذا إسناد ضعيف، فعبد الرحمن بن العلاء مجهول وأبوه مستور الحال. المسألة الثالثة: حكم إهداء ثواب العبادات للموتى. أما العبادات المالية فيجوز إهداء ثوابها عند عامة أهل العلم كالصدقات والزكوات والكفارات والديات وما أشبه ذلك، وكذلك العبادات المالية البدنية كالحج والعمرة والأضاحي. وأما العبادات البدنية كالصلاة والصيام وقراءة القرآن وما أشبه ذلك، فذهب بعض أهل العلم إلى جواز إهداء ثوابها قياسا على ما جاء في الصدقة وما جاء في الصوم عن الميت، وهذا القول قال به أحمد وأكثر أصحابه والحنفية وبعض الشافعية والمالكية، وأصحاب هذا القول يعني يقصدون أنه يعمل العبادة لله وليس بمقابل مال، ومنها قراءة القرآن يقرأه لله ثم يقول: اللهم اجعل ثواب ما قرأته لفلان، ليس كلامهم على الاستئجار، ليس كلامهم على استئجار، فإن الذي يقرأ مقابل مال ليس له من قراءته إلا ما نوى، فمن أين يهدي ثوابا وهو ما قرأ إلا من أجل المال؟ فإن أعطي قرأ وإن لم يعط لم يقرأ. إذن كلامهم في حق من عمله لله، ومع ذلك فالأقرب هو القول الثاني. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز ذلك، وهو قول الشافعي وأكثر أصحابه، وهو قول أكثر المالكية وبعض الحنابلة، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه النيابة في الصلاة وقراءة القرآن والصيام غير الواجب. ويدل على ذلك حديث الباب، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يستغفروا للميت، ولم يأمرهم أن يهدوا له ثواب العبادات. واستدل الشافعي بقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فليس له من عمل غيره إلا ما دل عليه الدليل. ودل الدليل على انتفاع الميت من الصدقات والدعاء والحج والعمرة
وقضاء الصوم الواجب، وأما غير ذلك فليس لنا دليل على لحوقه بذلك. وإلى القول الأول مال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني أنه يجوز النيابة حتى في الصلاة والصيام، ومع هذا فلم يكن، ولكنه قال ومع هذا فلم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا وصاموا وحجوا أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك لموتاهم المسلمين ولا لخصوصهم، بل كان عادتهم كما تقدم يعني الدعاء والصدقة فحسب. قال فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل والله أعلم. يعني شيخ الإسلام نفسه مع ترجيحه أنه لو أهدى ثواب قراءة القرآن أو الصلاة أنها تصل، لكن يرى أن يترك، يرى أن طريق السلف أفضل وأكمل. وهذا يشعر بأن شيخ الإسلام رحمه الله نعم يميل إلى ترك ذلك، بل هو صريح أنه يرى ترك ذلك. قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح أنه لا يشرع إهداء الثواب في العبادات البدنية لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ولأن الإنسان لا يستطيع أن يتصرف في حسناته وينقلها لمن شاء، وأما ماله فله أن يجعله لمن شاء. على هذا فالأقرب عدم مشروعية قراءة القرآن لأرواح الموتى أو الصلاة لروح فلان أو الصيام لروح فلان. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.